اعرف آخر توقعات ميشيل حايك للدول العربية وأخطر المواجهات في 2023. أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات توقعات ميشيل حايك وأخطر التوقعات العربية لعام 2023. بفكرك سريعا انك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة، كمان ما تنساش انك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. ميشيل حايك بتوقع ان اوامر اميرية لفتح معركة استئصال الفاسدين مهما كان لقبهم وموقعهم وان كانوا من داخل الاسرة الحاكمة. بتنقلب الادوار لنرى امير قطر يقود باقصى سرعة وباعصاب فولاذية، كمان بتوقع وساطة ضخمة بتغير خريطة تحالفات المنطقة، أمن قطري كثيف في حرم أحد المساجد، إطفاء نور ووهج نجم رياضي عالمي على الملاعب القطرية. تستمر قطر بالقيادة عكس السير واصطدام خطير بيجبرها على تعديل مسارها. حزن في العائلة المالكة، رمز هندسي ذو صلة بالمونديال القطري بيأخذ شهرة عالمية، بيموت الحماس في يوم واحد من أيام المونديال. برنامج فوق السلطة اللي بنعرض على قناة الجزيرة، مقدم البرنامج بيتسبب بكريزة. خبر سريع عن ناصر العطية وسباق الرالي، وأمير قطر موجه بالحرب وبالسلم. عملية استباقية بتطال، هدف مرتبط بالألعاب الأولمبية. لفتة فوق العادة تجاه لبنان، خطوة قطرية بالمقابل خطوة مصرية، والهدف فتح نافذة على العلاقات بين البلدين. تصميمات إرهابية من نوع محير فوق مواقع قطرية حساسة، وبيحير أمير قطر العالم بغرابة مواقفه. الإمارات بتودع شخصية عظيمة وخطوة إماراتية تركية غير مسبوقة، إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها. التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين. تغييرات مذهلة في الطقس الإماراتي. المستشار الألماني بعد خطواته وقراراته بيكلفه ثمن غالي وحزام أمنه مش مضمون. عاصفة بحرم البرلمان الألماني. المشهد طيارة بتحمل شعار لوفت هانزا وحركة غريبة على أرض مطار فرانكفورت. التطرف بيكلف المسؤولين بأعز ما عندهم. الاقتصاد المنهار بيشعل الشارع الموجوع بطول المشهد. بتعيش ألمانيا أكتر من معاناة، وقطاع الأعمال إلى تعافي. كمان بتوقع ميشيل حايك ان السفير السعودي وليد البخاري بدور مهم ورسالة، وخلوا عيونكم على أعماله وين راح تروح. الباترون وشوارعها مسرح لأكتر من مشهد مدوي، وبالصورة اللبنانيين وأجانب. بولا يعقوبيان بتواجه مؤامرة جزء منها بيرتد عليها. تساؤلات كبيرة حول أسباب وطريقة موت أحد الشخصيات المعروفة. شايف إسرائيل في لبنان بتخطط لتفجير أكتر من معلم لافتعال حوادث ضخمة بتخض الاستقرار بالداخل ومن الداخل. توسيع رقعة التجسس وتوريط أسماء لبنانية معروفة. مصارع عناية عز الدين برسم تغيير مفصلي مهم. قصة ميشيل مكتف قصتين وملفين وحقيقتين، واحدة منهم برسم الانكشاف. دفنوا جثمانه بس من دفن سره معه. أبواب السفارة الأمريكية مشرعة، مرة للتعزية ومرة للتهنئة. صراعات وضغوط على التيار الديني المتشدد للتساهل في بعض البنود بما فيها السماح بالاختلاط وتوسيع الانفتاح. حركة نشطة بما في ذلك ملف الجزر الكويتية. تسلسل العهود والولايات بأعلى سلطة كويتية واللي هينقطع بس مش على البارد. ده نشوف أثار مؤلمة موشحة باللون الأحمر وبروز وجوه غير تقليدية بالسلطة. مجلس الأمة الكويتي لا يستكين. بينها الاسمين سعاد عبد الله وحياة الفهد في اسم راح يسرق الأضواء مرتين. بيأجج صالح الفضالي النار بملف البنون وبيحول القنابل الموقوتة. مفاجآت سارة ذات صلة بمراسيم وقوانين رياضية مهمة. الصدمة بتختار أحد أفراد آل الصباح. حكومة الكويت ورئيسها بتتأرجح بين شقوقين. بحنكة محفوفة بالخطر بيتسلل المرزوق الغانم بين النقط والألغام باتجاه هدف تغييري. عودة خجولة لبعض المبعدين عن الساحة الكويتية. هتظهر للعلن استعدادات أحمد الفهد تمهيداً لسلوك مسار جديد بيطرح أكتر من علامة استفهام. الشيخ مشعل جابر الأحمد هيشعل الكويت، وهدف أهدافه تركيز السيستم بالكويت وإطلاقه. سكون الكويت ما رح يكون طويل الأمد، وفجأة هيحدث ما يعكر هدوءه. غليان داخل قاعدة أمريكية.
سقوط وجه معروف على أرض الكويت. بيتأهب الأمن الكويتي عدة مرات ورا بعضه. بيصر أمير الكويت حتى النفس الأخير على إصدار قرارات ومراسيم بتشبهه. أزمة مرتبطة بشركة تسلا بتهدد مصيرها بمرحلة معينة. حيبلش العد العكسي بمسلسل الأحداث الخطيرة بمسيرة آيلون ماسك. دهشة الموسم ومحوره بالصحون الطائرة والكائنات وما يرتبط بها. بالمشهد في ثلاثة الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته ومحاميته، مسلسل القضايا والربح والخسارة من جديد والنهاية غير متوقعة. بأفق عالم المال الأمريكي أسواق ومصارف ونكسة مش صغيرة ومش مصاري بس. حدث كبير بأمريكا بيستدعي تنكيس العلم. نبأ بصفة عاجلة بيخض عالم السوبربول الأمريكية. بانتظار عائلة كارداشيان مسلسل معقد مايل على السواد. بتكتر التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء كمالا هاريس. واحدة من الدعاوى ضد رئيس ترامب أثرها بليغة. بالأجواء اللي حيترافق زمن عيد الشكر بأمريكا ما راح تشبه اللي قبلها. ضجة في المجتمع الأمريكي حول اسم أمه لآيلون ماسك. بتعبي عائلة كلينتون الشاشة من جديد. الإعلام ما راح يرحم بنت الرئيس ترامب اللي جوزت اللبناني ابن بولس. فريق بايدن بحركة غير طبيعية بعيدة عن البروتوكول لتطويق حالة طارئة بتصيب الرئيس. إشارات ورسائل بتخلي قرية 51 على عجلة وبتفتح أبوابها وملفاتها على كذا موضوع وقضية. تسونامي أمريكاني جارف. الكلمة الفصل في أمريكا بالمرحلة المقبلة هتكون لسيدة حديدية. القضاء الأمريكي محكمة وقضاء بيتعرض لاعتداء إجرامي شرس. بيوم حينشغلوا الأمريكان بتمثال الحرية. العرب حيولعوها بعدة مطارح في أمريكا. الاعتداء على مبنى الكابيتال مش حادثة ومرت. الآتي أعظم. شخصية أمريكية إعلامية من الصف الأول بتفارق الحياة بطريقة صادمة. أحد السجون حيتعرض لخرق وبيفتح قدرة البوليس الأمريكي. إطلالة مستهجنة وظهور أغرب من الغريب للفنانة مادونا الأمريكية. بيتمادى الزعيم الشيشاني رمضان كاديروف وبيورط مفاجآت على خط الرجعة. بليلة بيفضل كريملين وضياع ملو الفراغ. ديمتري ميدباديف وقصته وسره هيكونوا محور اللعبة. بينشغل الرأي العام الروسي لبعض الوقت وبين مفتعلة وغير مفتعلة سلسلة من الأحداث بانتظار ماريا زاغوفا. جانب أساسي من النزاع الروسي الأوكراني هيكون على أيادي عربية تنقلب هالمرة والشرق بيساعد الغرب. بعض الكنائس والرموز الدينية في روسيا وأوكرانيا بتحولوا أهداف وأهداف مضادة. طرف بيخص بوتين بيبشر أعدائه. رئيس الأركان الروسي هدف دايم مفتوح على كتير من الاحتمالات. محطة رشا توداي بتقاوم كل الهزات والمحاولات. محاولة اغتيال بوتين هالمرة إلها هوية وإلها اسم وإلها رمز وإلها رقم. بيطفح الكيل لتتولع بلحظة بين الناتو وروسيا. شائعات حول صحة رئيس بوتين بس مش كلها شائعات. الكريملين بيشترط وبيعكس الواقع وأوكرانيا بتقبل بأبرز الشروط. زمن لعبة الرولات الروسية والحياة رهن رصاصة. متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل حايك لدول العربية وكمان لعدد من دول العالم. أشكركم جدا على حسن المتابعة. تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.